السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم فيديو جديد، وصفة جديدة غادي نشارك معكم. الشهدة ولا بريونش اللي كيجيو قطنيين، ندوزو باش نوريلكم المقادير وطريقة التحضير. هنا كما كتشوفوا عندي 600 غرام ديال الدقيق، ولا بالعبار كاس العنبة، 6 الكيسان كما كتشوفوا، الدقيق الممتاز ولا الدقيق الفورس. وعندي هنايا واحد كاس ونص ديال الحليب بعبر كاس العنبه، اولا كاس كبير بحال هكا كما كتشوفوا كنعجنوا به الخليط. وعندي هنايا واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. عندي هنايا شاشيه ديال الخميره بوزن 8 غرام. وعندي هنا واحد جوج معالق ديال الزبده كبار بحراره المطبخ. عندي هنا نص كاس ديال الزيت ولا ربع كاس بعبر كاس العنبه. عندنا واحد الياغورت بدون نكهه مسوس. عندي هنايا ثلاثه المعالق كبار ديال السنيده على حسب الذوق، يمكن لكم ديروا وحده جوج على حسب. هنايا ثلاثه كما كتشوفوا. عندي قبيصه ديال الملح وواحد البيضه. هنايا غادي ندوزو باش غادي نخلطوا العجينه ديالنا ولا البريونش ولا الشهده، راه كتجي رائعه وقطنيه وسهله. هنايا غادي نديرو الحليب، يكون دافي كما كتشوفوا، يكون دافي الحليب باش ملي غادي نديرو فيه الخميره دغيا تفاعل لينا كما كتشوفوا. ديرو الخميره ديال العجينه، ديرو السنيده، خلطوها واحد شويه هكا على هذا الشكل. وكنديرو الزيت، رشه ملح ولا قبيصه، كنديروا البيض، بيضه وحده بحراره المطبخ، كنحركوا على هذا الشكل كما كتشوفوا. كنضيفوا هذا الياغورت، وكنبداو نضيفو الدقيق بشويه بشويه، وهاد الخماره حتى هي غنضيفوها كما كتشوفوا. نبداو نضيفو الدقيق بشويه بشويه، وحنا كنخلطو حتى كنجمعو العجينه ديالنا، ما تكونش جاريه بزاف وما تكونش ثقيله كما كتشوفوا. هي راه كتكون كتلصق واحد شويه في اليدين، كنخليوها تكون رطبه على هاد الشكل. كتجي ساهلة، ما كندلكوها ما والو، غير كنجمعوها، كنجمعو العجينة. هنا كيما كتشوفو كنعاود كندير لها هاد جوج معالق ديال الزبدة كيما كتشوفو، كنحاول ندخلهم في العجينة على هاد الشكل. نتوما كما كتشوفوا من بعد ما كنجمعها على هذا الشكل هكايا، كتكون بحال هكايا كما كتشوفوا صافي. كنخليها كتخمر. هنا كما كتشوفوا من بعد ما كنجمعها على هذا الشكل هكايا، كنخليها غادي نغطيها بواحد البلاستيكه باش نشكلوها كويرات ونكملوها في الطياب. هنا غادي نغطيها كما كتشوفوا هاد الشكل صافي، بينا ما تخمر ونتلاقاو من بعد ما تخمر. هنا كما كتشوفوا من بعد ما كنخليها حتى كتخمر على هاد الشكل هكا، كيضاعف الحجم ديالها كما كتشوفوا على هاد الشكل، تقريبا نص ساعه هكا، المهم على حسب المطبخ. الا كان سخونه دغيا كتخمر. هانتوما كما كتشوفوا صافي، كنحاولوا نحيدوا من هاد الانتفاخ هذا الشكل باش نشكلوها كويرات. هانتوما كتجي على هذا الشكل مرطبه. غنجيب واحد بلاطو ولا شي، المهم شي حاجه فاش غادي نشكلوها. كندير كويره قد هكايا كما كتشوفوا، على حسب الحجم اللي بغيتو
تقريبا قد ديال المسمنة كبيرة، هانتوما على هاد الشكل هكا بحال هكايا على هاد الشكل قد هكا. وهنايا كما كتشوفوا عندي الشكلاط على حسب الكويرات اللي غادي تصايبوا، على حسب الكويرات كما كتشوفوا الشكلاط كحال كما كتشوفوا. عندي هنايا الجنجلان باش غادي نزينهم، وعندي هنايا واحد صفرة بيضة ديروا لهم قطرات ديال الخل ولا ديال الحليب باش غادي ندهنوها. هنا كما كتشوفوا غادي نحاولوا نديروا العجينة هكا كما كتشوفوا كنبسطها بحال هكا، كنديروا في وسطها الشكلاطة على هذا الشكل وكنجمعوا عليها العجينة بحال هكا، كنسدوا عليها العجينة على هذا الشكلاطة بحال هكا. هانتوما كما كتشوفوا وكنحطوها بحال هكا وكنبقاو مستمرين بحال هكا حتى كنكملوا العجين ديالنا. هنا كما كتشوفوا من بعد ما كنكملهم على هذا الشكل الكويرات كما كتشوفوا، كنجيبوا واحد المول دائري ولا اللي متوفر عندكم مربع ولا طاوله اللي كاين عندكم كما كتشوفوا بحال هكا، كنحط فيها هاد الكويرات على هذا الشكل هانتوما باش كتجي لينا شهده كما كتشوفوا. كنحطوا وحده 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 بحال هكا على هذا الشكل. هنا كما كتشوفوا كنحاول نقادهم بحال هكا على هاد الشكل في المول ولا الطاوة كما كتشوفوا على هاد الشكل هكا كيجيو بحال هكايا صافي. كنجيب هاد صفرة البيضة مع القطرات ديال الحليب ولا الخل اللي متوفر عندكم، كندهنوهم بحال هكايا على هاد الشكل. وغادي ندهن شويه صافي وكندخلهم للفران يطيبوا يتحمروا لينا من الفوق وتحمروا لينا من التحت ومن الفوق يطيبوا لنا مزيان صافي. وكنطفيو عليهم ونوري لكم الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجيو. وهنا كما كتشوفوا ها هو الشكل النهائي ديال البريوش ديالنا بعد ما خرجته من الفران، كيكون على هذا الشكل ها هو كما كتشوفوا. غادي نحلو عليه نحيدو منو هاد الاطار ولا المول كنديمو ليه. شوفوا كيفاش كتجي، كتجي كلها محمره وكتجي هانتوما كتجي اسفنجيه هانتوما. هذا هو الشكل النهائي ديالها كما كتشوفوا. نتمنى تعجبكم وتجربوها وما تنساوش تشتركوا معايا في القناه. ودابا نقطع لكم كما كتشوفوا نقطع لكم كيفاش كتجي من الداخل، كتجي قطنيه هانتوما هانتوما كما كتجي راه باقا سخونه خاصها حتى تبرد هانتوما. كيجي في وسط هذاك الشكلاط بحال هكا كتجي على هذا الشكل، كتجي اسفنجيه كما كتشوفوا. نتمنى تعجبكم وتجربوها وما تنساوش تشتركوا معي في القناة وبالصحة والراحة.